بعد مرور الزمن يبقى الحدث كحكاية. المغامرة. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان خليفة في بغداد يدعى شعبان المنتصر بالله، وله وزير يقال له محمد العبدلي. كان هذا العصر كالبحر الهائج لا يستقر على وضع، والناس فيه يبدون وكأنهم في التيه، يبيتون على حال ويستيقظون على حال آخر. في البداية كان الخليفة ووزيره على وفاق، ثم بدأ بينهم الخلاف والشقاق. كان الخلاف في البداية سرا، ثم انفجر، خاصة عندما أمر الخليفة بغلق أبواب بغداد بعدما وصلته أخبار بأن وزيره سيبعث برسالة إلى خارج بغداد. عرف كل الناس أن أبواب بغداد أصبحت مسدودة، وأن حراس الخليفة ينتشرون عليها كأنهم جند الموت. وكان حراس الخليفة يفتشون كل من يحاول الخروج تفتيشا دقيقا، فقد جردوا الناس من ملابسهم ومزقوا بطاناتها، والويل الويل لمن يتباطأ أو يحتج. أما في قصر الوزير محمد العبدلي فلم تهدأ الحركة، فعندما علم بأمر الحراس وأغلاق المدينة احمر وجهه وكاد أن يصاب بالجنون، لدرجة أنه أعلن سرا عن مكافأة مجزية لمن يستطيع أن يبعث برسالته لخارج بغداد. قال الوزير: لو عرفوا خطتنا فلم تكون السيوف وحدنا، سيقطعون رؤوسنا واحدا بعد الآخر وسيعلقونها في ساحات بغداد كالمشاعل. إذا لم تخرج الرسالة من بغداد فعلينا جميعا السلام، أصبحت قضية حياة أو موت، ينبغي أن ننفذ الخطة مهما كان الثمن، لم يعد مهما، سنقبل كل المخاطر كي تخرج الرسالة من بغداد. من يخرج بهذه الرسالة يستطيع أن يتمنى ما يشاء، ولكن من يجرؤ على ذلك؟ وكان عند الوزير مملوك اسمه جابر، ولد ذكي وذكاؤه وقاد. جابر سمع الخبر الذي سال له لعابه، فجأة رأى الأبواب مفتوحة أمامه فاندفع يجري وراء أحلامه. قال جابر: يدور في بغداد شيء باهر، رسالة الوزير لا تعرف طريقها للخروج، فالحراس يفتشون كل شيء، لا يتركون شيئا على الإطلاق. رأيتهم بعيني يمزقون رغيف خبز ندفة خشية أن يكون فيه شيء مخبوء، الثياب، الأحذية، وفوق كل ذلك الاستجوابات الدقيقة، الهواء نفسه لا يستطيع أن يمر من بين أيديهم. ومع هذا قد تكون الحيلة أبرع من الهواء. سأبحث عن الإلهام، أنني بحاجة إلى الإلهام. والمملوك جابر ذكي وذكاءه وقال: لمح الفرصة واتي، فانقض عليها بلا تراخي، ونقب عن حيلة أو سر، ولم يزل في تفكير حتى وجد التدبير. عندئذ أشرق وجهه بالسرور وطلب بالعجل الدخول إلى الوزير. السلام على مولاي وولي نعمتي وزير بغداد المعظم. قال له الوزير: لا تطل على ثرثرة، أفصح ما في نفسك، أفصح حالاً، فأنت تعرف المهمة التي أبحث لها عن رجل، ها؟ رجل يحملها ويخاطر من أجلها. قال جابر: أمامك يا مولاي،
لقد رأيت الحراس، حراس الأسوار. أي والله، والله رأيتهم، ما رأيتهم يا مولاي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا نجاة من أيديهم حتى ولو لبس المرء قبعة الإخفاء. مع هذا يا مولاي فسنسخر منهم ونجعلهم أضحوكة بغداد لأعوام وأجيال. والتدبير جاهز يا مولاي. قال الوزير: هات، هات ما لديك بالعجل، إن كان ما تقوله صحيحا فسأجزل لك العطاء، سأعطيك ما تريد. قال جابر: أي منع لعبده بمركز رفيع وزوجة جميلة؟ قال الوزير: أعطيك ما تريد من المال لو بلغت رسالتي، ولكن أرنا أولا تدبيرك. قال جابر: إني أهبك رأسي يا مولاي. قال الوزير: تهبين رأسك؟ وماذا، ماذا تريدون أن أفعل برأسك؟ قال جابر: رقبت الحراس ساعات وساعات طويلة يا مولاي، رأيتهم كيف يفتشون وكيف تتغلغل أصابعهم كالثعابين في كل شيء، يمزقون الثياب، يقطعون الأحذية، يؤلمون الناس وهم يغرسون أظافرهم في كل بقعة من أجسادهم. ولكن يا مولاي، أحد لم يخطر على باله أن يفتش تحت فروة الرأس. قال الوزير: وماذا سيجدون تحت فروة الرأس سوى القمل والبراغيث؟ قال جابر: قد يجدون الرسالة يا مولاي التي يفتشون عنها. قال الوزير: ها، الرسالة، أتعني؟ قال جابر: نعم، نعم أعني. وإليكم التدبير، ننادي الحلاق ويحلق شعري، وعندما يصبح جلد الرأس ناعما كخد جارية جميلة يكتب سيدنا الوزير رسالته على رأسي، ثم ننتظر حتى ينمو شعر الرأس ويطول فأخرج من بغداد بسلام. قال الوزير: انتظر، انتظر، نحلق شعر الرأس أولا ثم نكتب الرسالة عليه، وننتظر حتى يكتسي الرأس مرة أخرى بالشعر وتختفي تحت سواده الكلمات. قال جابر: نعم، نعم يا وزيري. قال الوزير: والله وجدتها أيها المملوك. قال جابر: لعل مولاي لا يندم على وعوده ما دام قد أعجبه تدبير مملوكه. قال الوزير: لا تخف، لا تخف، الوعود محفوظة. قال جابر: هل يأمر مولاي بالبدء؟ قال جابر: هل يأمر مولاي بالبدء؟ كلما أسرعنا كان ذلك أفضل. قال الوزير: حقا، حقا، لا ينبغي، لا ينبغي أن نضيع دقيقة واحدة، إننا في سباق مع الوقت، سيكون لتدبيرك شأن في المستقبل أيها المملوك جابر. والآن إلينا بالحلاق. وطلب الوزير أن يحضر الحلاق في الحال، وأن يحمل معه من الأمواس أشدها بريقا وأمضاها حدا. وعلى الفور جلس جابر، وعلى الفور جاء الحلاق إلى الديوان يتبعه ثلاثة من الغلمان، وأمسك الوزير مملوكه جابر حتى أجلسه على الكرسي العالي، فاستقام ظهره فوقها وامتلأ بالزهو، وكانت عيناه تبرقان وتدغدغ مخيلته الأحلام. فتح الحلاق حقيبة وأخرج موسا له بريق ومعه مسنه الجلدي، وراح يسن الموس، يسن الموس، يسن الموس. قال الوزير: هذا الرأس له قدره عندي، فهو يساوي مملكة الآن. احلق الشعر من الجسور من أعمق منابته، أريد أن يصبح رأس مملوك جابر أكثر نعومة من خدود العذارى. وأخذ الحلاق يجز شعر مملوك جابر، ولم يكن جابر يشعر إلا ببرودة لطيفة تشبه الأنسام وترتخي لها الأجفان، وتساقطت خصلات الشعر وبان جلد الرأس. قال جابر: أرتعش من السعادة يا مولاي إذ يصبغ مولاي على رأسي الوضيع هذا الاهتمام. ابحث يا مولاي عن ريشة وحبر لا يمحى إلا بالحفر. قال الوزير: هذا ما سنفعله بلا إبطاء. وركع جابر أمام الوزير، ويبدأ الوزير بكتابة رسالته، وكلما وضع الريشة على رأس جابر تتقلص ملامحه تحت تأثير الوخزة، لكنه يتحمل وتخفق عيناه ووجهه يتقلص. يا ليت مولاي يختار من الكلمات ألينها وأكثرها إيجازا. قال الوزير: لا تخف، لا تخف، سأوجز في الكتابة ما استطعت. ومن حين لحين كان يتوقف الوزير للحظات يفكر فيها باحثا عن كلمة
ثم يعود إلى الكتابة إلى أن انتهى من كتابة رسالته. قال جابر: بعد أن فرغ مولاي من كتابة رسالته هل يسمح لي بالنهوض؟ الوزير انتظر قليلا ثم قال: لا 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 لا، انتظر قليلا. وفكر الوزير، كانت هناك جملة ناقصة فيما يبدو، وتردد الوزير. وبعد أن اجتاز الديوان مرارا وغدوا ورواحا التمعت عيناه وعاد يجلس ليكمل جملته. ويكتب الوزير جملة جديدة وينقبض وجه جابر من الألم. قال له الوزير: الآن تستطيع أن تنهض يا جابر. قال جابر: هل يشرفني مولاي الآن بمعرفة الجهة التي سأحمل إليها رسالتي؟ قال الوزير: ستعرف فيما بعد، المهم أن ينبت شعر رأسك بسرعة وأن يكسو جلد رأسك كطاقية سوداء. وإلى أن يحين ذلك الوقت تضع على رأسك كوفية سوداء وستقيم في غرفة منعزلة مظلمة حتى لا يراك أحد ولا يقرأ ما هو مخطوط على رأسك، لا إنس ولا جن. وظل المملوك جابر محبوسا في الغرفة المظلمة ينتظر أن ينمو شعر رأسه كي يخرج من حبسه ويرحل حاملا الرسالة. وظل الوزير يتردد عليه حتى جاء يوم قدر فيه الوزير أن الشعر طال حتى صار كافيا لستر الكتابة. حينئذ طاف السرور بوجهه وقاد مملوكه جابر ليهيئ أمر رحيله دون إبطاء. قال الوزير: جابر، قبل أن أخبرك إلى أي جهة تقصد اسمع تحذيري جيدا، وإني أعني ما أقول. لو عرف إنس أو جن المكان الذي تقصده فاعلم أنك مفقود وأن جهنم تفتح أبوابها لابتلاعك. ستتوجه يا جابر قاصدا بلاد العجم تطلب حضرتها وتسلم الرسالة إلى ملكها بلاد الملك منكتم ابن داود. والرسالة لا تقبل التأخير، كلما أسرعت كانت الخدمة أجل والجزاء أعظم. قال جابر: سأقطع المسافة كالبرق الخاطف، لن تشرق الشمس بعدد أصابع اليد إلا وأكون أمام الملك منكتم ابن داود. كانت عدة الرحيل جاهزة، وعندما تهيأ المملوك جابر لاعتلاء جواده عانقه الوزير وسط دهشة الحاضرين، ثم أمر أن يرافقه بعض المماليك إلى باب المدينة حتى يتأكدوا من خروجه بأمان. ومن باب سري في القصر خرج الجميع يتقدمه جابر، وساد الترقب والقلق حتى عاد المماليك يحملون بشارة النجاح. وكان جابر يقطع الفيافي والقفار يتحسس رأسه حيث خط الوزير رسالته فيغمره الفرح، يغمره الفرح. كان يهمس زواده وينطلق سريعا سريعا كالسهم. وبعد طول تعب ومخاطر وصل المملوك جابر إلى بلاد العجم، ومن شدة لهفته للإياب لم يحس بالتعب ولا بمشقة الطريق. اتجه من فوره إلى قصر الملك من كتم يطلب المثول بين يديه، وتناوله حارس من حارس من حارس في دهاليز القصر كالمتاهة حتى دخل على ديوان الملك الذي تهتز لصوته القلوب. قال جابر: السلام عليك، السلام عليك يا مولاي ملك الملوك وسلطان السلاطين من كتم ابن داود. قال الملك: من أنت وماذا تحمل؟ أنا عبدكم جابر، وأحمل رسالة، أحمل رسالة من وزير بغداد محمد العبدلي. وهي ذي الرسالة، كلمات الرسالة هنا هنا هنا. قال الملك: الرسالة مخطوطة على رأسك؟ فكرة ظريفة والله، الحذر لا ينقص وزير بغداد، ولعل وراء حذره ما يسر من الأنباء. ائتوني بموس لأحلق شعر هذا المملوك لنرى ماذا خط لنا وزير بغداد في الحال. وفي الحال جيء بالموس وبيد يعجلها الفضول حلق لجابر شعره، فبانت تحته رسالة الوزير مخطوطة بمداد لا يمحى. قرأ الملك من كتم الرسالة ثم أعاد قراءتها، وجابر حابسا أنفاسه وحالما بالعودة. قال الملك: قرأنا الرسالة أيها المملوك، قرأنا الرسالة أيها المملوك، وسننفذ ما يطلبه وزيركم منا في الحال.
قال جابر: ولكن أرجو أن يتكرم مولاي لي فيسمح لي بالعودة سريعا إلى بغداد. قال الملك: أتحب بغداد إلى هذا الحد؟ هناك من ينتظرني فيها يا مولاي. ستعود إلى بغداد في الحال. وأخذ الملك من كتب جابر بقبضة من حديد وجره وراءه غير عابئ بذهوله أو قلقه، ومن دهليز إلى دهليز إلى دهليز إلى دهليز، حتى وصل به إلى غرفة تمتلئ بالصياط والسلاسل والبلطات، وتفوح منها رائحة شبيهة برائحة المقابر. وكلما سرق جابر نظرة إلى وجهه المعدني شعر قلبه يغوص في أعماقه، والصمت ثقيل يزيد الغم غما والخوف خوفا. وبعد أن انتهى الملك من إعداد كل شيء، أمسك جابر من ذراعيه وبقسوة ربطها بالسلاسل خلف ظهره وطرحاه أرضا، وجابر يصرخ كما لو أنه يحشرف: يا الله ماذا تفعل يا مولاي؟ أنا الآن رجل رفيع المقام وموعود بزوجة وثروة، بلغت رسالة على أحسن وجه وسأعود للأغاني مكافأتي. الرحمة يا مولاي، الرحمة. وفي الحال فصل الملك من قطب بضربة من بلطته المسنونة رأس المملوك جابر عن جسده. وبعد أن تدحرج رأس المملوك جابر حملها الملك والدم يقطر منها وتأملها طويلا، ثم انفجر يقاهق: كان موته تحت فروة رأسه ولم يدري. قطع البراري يحمل قدره على رأسه ولم يدري. يقول وزير بغداد في رسالته من الوزير محمد العبدلي إلى بين أيادي الملك من كتم: نعلمكم بأن الوقت حان وفتح بغداد صار بالإمكان، فجهزوا جيوشكم حال وصول الرسالة إليكم، وليكن هجومكم سرا وتحت ستر من الكتمان حتى تتم المفاجأة بفتح بغداد. ونحن هنا نتكفل بالعون وفتح الأبواب. ثم يضيف الوزير حاشية صغيرة: وكي يظل الأمر سرا بيننا اقتل حامل الرسالة من غير إطالة. وكي يظل الأمر سرا بيننا اقتل حامل الرسالة من غير إطالة. وفجر يوم استفاق الناس في بغداد على الهول، جيوش تهادم المدينة وطبول الحرب تدوي، وأهل بغداد لا يعرفون ما يجري، يهرولون مزعورين ويطلبون العون من العلي القدير. وانفتحت بعض الأبواب واقتحمت الجيوش الأسواق وراحت بغداد. وكانت هذه مغامرة المملوك جابر. وصدق أو لا تصدق.